كلام موسى والذئب قديم احد القصاصين كانوا يعني يتخذون منابر وكانوا يخطبون في الناس ويقول لهم كلام غريب حتى يشوقونهم ويجيبون لهم اتباع يعني مثل الان اصحاب الفيسبوك اصحاب واحد القصاصين قال لهم انا ساخبركم باسم الذئب الذي اكل يوسف الناس ردوا قالوا لكن يوسف لم ياكله الذئب قال لهم انا ساخبركم باسم الذئب الذي لم ياكل يوسف اتراها تصدني النزار أم توهمت ونسيت جزء منها من نزار وسمعت جزءا اخر من الشخص الاخر الذي حصلت له وهو هلال ناجي. هلال ناجي كان سفير للعراق في اسبانيا ونزار كان سفير لتونس في اسبانيا. واستطاع هلال ناجي من النادي طبعا عراقي كريم سخي عراقيين كرماء سفير سوري ها؟ لا لا سفير سوري معلش حسب خطا مطلع نزار كان يحب واحدة اسمها سجرالدي كتب فيها قصائد فقام هلال ناجي هذه القصة سمعتها طبعا اللي أخبرنا فيها هلال ناجي كنت التقيت فيه في 2005 في الكويت ذكر لي كثير فاستطاع أن يأخذ حبيبة نزار العراقي لا كرماء يعني هذا هو السبب يعني أن هلال كان كريم ذلك طبعا نزار لما سألته ولم يعني لم يقل انها حصلت هكذا وانما يعني يقول انها ذهبت له هكذا يعني اغراها بالاموال واعترف بان النساء فيها اموال لكن هلال قال لا يعني صحيح انها كذا لكن كان نزار بخيل رغم ان هذا كريم نزار كان بخيل القصه كيف حصل كيف عرف نزار قباني بالقصه هذا يقول كانوا ياتوننا كلام هلال ناجي تجار المجوهرات يأتون إلينا في السفارات العربية ويعرفون أنهم يشترون مجوهرات فنزار شاف قرد وجده في أحد هذه الكتالوجات مؤشر عليه وكان قد وجده في أذن حبيبته فسأله من الذي اشترى هذا؟ قال هلال ناجي السفير العراقي بعدها بليلة وليلتين اجتمعنا كان نزار سكران خالص طيب فقال أنتم أيها العراقيون لصوص تسرقون أشياء غيركم صار يعني يجيب كلام كذا وهو سكران يقول لك أنا عرفت إني سكران أخذت نفسي وسحبت حتى لا تكبر المسألة وتصير يقول ثاني يوم كتبت قصيدة أرسلتها إلى نزار هذه قصيدة جعلت نزار يأتيني ويقبل رأسي ويطلب مني أني لا أنشرها فقلت له لن أنشرها ما نشرها صحيح إلا بعد وفاة نزار هذه القصيدة تصور طبعا أن هذه المرأة اكتشفت أن نزار ليس رجلا تصور تخيل هكذا أن قطة جاءت وأكلت خصيتي نزار وجعلته ليس رجلا
لذلك تركته وذهبت إلى هلال نادي. وكان لا ديوان قال إنه سوف يرسله لكنه مات بعد أبي فاكر كانت له مكانة يعني كان يعني اليوم اللي كله فرن وغطط ده الباني كان قد أعطاه قصر في كردستان في العراق. ماشي.